أخي فهو درب بهن به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أطلب العلم أخي فهو درب بهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم نبينا وسيدنا محمد المبعوث لكافة الأمم، وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل الأتم. ثم أما بعد، فأيها المشاهدون والمستمعون أحييكم جميعا تحية طيبة مباركة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأبتدئ معكم هذه الحلقة من برنامج مع دار الإفتاء لنلتقي أو لنتلقى أسئلتكم واستفساراتكم ونجيب عليها بإذن الله تعالى، وذلك من خلال تواصلكم معنا عبر أرقام البرنامج التي تظهر عندكم على الشاشة، وهي الرقم 021-33-47-401 أو الرقم 021-33-47-402 أو الرقم 021-33-47-403. فبسم الله نبتدئ. فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونبتدئ أولا بما ورد من الأسئلة عبر صفحة البرنامج. من السؤال الأول يقول صاحبه: ما الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح وسنة الفجر؟ نقول جوابا عنه بعون الله تعالى: صلاة الفجر وصلاة الصبح هي الفريضة، ويقصد بها الفريضة من الفرائض الخمس التي افترضها الله تعالى على العباد. فالصلوات المعروفة الخمسة: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فالصبح إحدى الصلوات الخمس، أو نسميها صلاة الفجر، هي صلاة الفجر أو صلاة الصبح. وهذه فريضة يعني واجبة يكفر منكرها، ولا بد من إقامتها في وقتها. أما سنة الفجر ورغيبة الفجر، وقد يقال لها أيضا صلاة الفجر باعتبارها هي راتبة الفجر، باعتبارها راتبة الفريضة، باعتبارها تشرع تطوعا قبل الفريضة، هي سنة أو رغيبة عند علمائنا المالكية، رغيبة رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالمحافظة عليها، فتفعل تطوعا وتنفلا، فهي نافلة ليست فريضة واجبة، من تركها فلا إثم عليه، ولكن قد فاته الفضل العظيم والخير الكثير، قوله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ويعني بهما بالركعتين، ركعتي النافلة يعني ركعتي النافلة يعني سنة وراتبة الفجر، وهي صلاة سرية من غير يعني كسائر النوافل، فمن غير إقامة للصلاة ولا يؤذن له، وإنما يبتدئ وقتها بطلوع الفجر، مع يؤذن بأذان الفجر يدخل وقتها وتصلى قبل الصبح. فإذا لم يصلها قبل الصبح أو خشي طلوع الشمس صلى فريضة الصبح، ثم أجل رغيبة الفجر ورتبته إلى ما بعد شروق الشمس. فإذا هما الفرق بينهما هو الفرق بين النافلة والفريضة. فصلاة الصبح وصلاة الفجر هي الصلاة المفروضة، إحدى الصلوات الخمس. أما رغيبة الفجر وسنة الفجر فهي نافلة، تطوع في فعلها الأجر والخير الكثير، ولا إثم ولا حرمة في تركها، والله أعلم. سؤال آخر يقول صاحبه: السلام عليكم، صديقي ولد له طفل ذكر وكان مريضا وحالته الصحية غير مستقرة، ولم يخرج من المستشفى منذ الولادة، وبقي 4 أيام في المستشفى ثم توفي. يقول فالسؤال: هل تجب عليه عقيقة أم لا؟ يقول جوابا عن ذلك: العقيقة هي سنة. وقبل أن نجيب عليه نستقبل أول الاتصالات. معنا الأخ نور الدين. نور الدين من طرابلس. أيوه
تفضل نور الدين، عندك سؤال؟ إذن قلنا أن هذا يسأل عن عقيقة من توفي قبل الأسبوع، بعد الأسبوع يعني أو في بعد الولادة بأربعة أيام. هنا ما دام توفي قبل الأسبوع هنا لا عقيقة عليه، لا عقيقة عليه، لا يعق عنه. ما دام توفي قبل الأسبوع لا عقيقة عنه، سواء كانت حالته الصحية يعني كويسة نقول مستقرة وتمام، أو كان مريضا في حالة صحية مثلا سيئة ونحو ذلك، كل واحد بالحكم. ما دام توفي قبل الأسبوع قبل سابعه فلا عقيقة، لا عقيقة عليه. والعقيقة هو ذكر في سؤاله هل تجب العقيقة قبله، على كل حال طبعا غير واجبة، وإنما هل تشرع، نقول هل تشرع العقيقة أو لا؟ لا تشرع في حقه عقيقة. مسألة الوجوب وعدم هذا أمر آخر، فجمهور العلماء على أن العقيقة ليست بواجبة، ليست بواجبة، وإنما هي مندوبة أو يعني مستحبة في سابع الولادة، تشرع في حق الوالد في سابع الولادة. معنا الأخت حياة، معنا من الخمس، الأخت حياة من الخمس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك، مرحبا بك، تفضلي. نعم، هو قلنا قلت ان سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن كما ورد في الحديث. نعم، سؤالك. نعم، أيوة، نعم، واضح، نعم واضح سؤالك، نعم واضح سؤالك، إن شاء الله تسمع الجواب إن شاء الله. معنا أيضا الأخ سليم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ علي وجزاك الله كل خير. فيك بارك أخي سليم، تفضل. لو سمحت عندي ثلاث أسئلة يا شيخ علي. نعم خير إن شاء الله، تفضل. على بركة الله نبدأ بالسؤال الأول. أيوه. الصلاة أعظم فريضة في الإسلام بعد الشهادتين، السؤال هل تجوز الصلاة باللحية أم لا؟ نعم واضح سؤالك. السؤال الثاني. السؤال الثاني، دخل على الجماعة في الركعة الثانية في صلاة العشاء وسلم مع الإمام، فماذا عليه أن يفعل؟ سلم مع الإمام؟ نعم يا شيخ. دخل مع الجماعة في الركعة الثانية في صلاة العشاء وسلم مع الإمام، ماذا عليه أن يفعل؟ وتذكر بقرب أو بعد بعد؟ هذا تذكر يا شيخ. نعم؟ نعم، يعني انت بتقول سؤالك هو هكذا، دخل في الثانية وسلم مع الإمام. نعم سؤالي. نعم ماذا سؤالي؟ السؤال الثالث. ايوه. الذي يلبسه بعض الرجال وحرام على من يلبسه اذا بلغ المشعر مصر الحرم. عفوا اعد لنا السؤال لو سمحت. خاتم الذهب الذي يلبسه بعض الرجال وحرام على من يلبسه. خاتم الدهر. إذا بلغ النصاب وصل الحول هل فيه زكاة أم لا؟ والله شيخ عليو. خاتم الذهب يلبسه الرجال. بعض الرجال والحرام على من يلبسه، إذا بلغ النصاب وصل الحول هل فيه زكاة أم لا؟ نعم ماذا سؤالك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا أيضا الأخت فاطمة. أيوة نعم. أيوة تفضلي يا أخت فاطمة. أيوة تفضلي يا أختي. مس البيض هل ينقض الوضوء أو لا؟ نعم واضح.
كيف يعني؟ في الركعة الأولى مثلا قرأت الفاتحة الإخلاص، أيوة نعم، شنو السورة اللي تقرأ ثاني؟ نعم أي واضح السؤال إن شاء الله. أيضا معنا الأخت، عفوا الأخ محمد من طرابلس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير متاع خويا. جزاك الله بما تستحق إن شاء الله تعالى. إذا قلنا في سؤال الأخنا الذي يسأل عن العقيقة، قلنا العقيقة حكمها سنة أو مستحبة في سابع الولادة، يعني في سابع المولود تشرع في حقه العقيقة، وإلا إذا توفي قبل ذلك فلا. أيضا هي قلنا إذا تشرع في حقه في السابع، إذا توفي قبلها فلا تشرع، أيضا بغض النظر عن الحالة الصحية والمرضية التي عاشها في أو يعيشها في اليوم السابع والله أعلم. عندنا الأخت حياة من الخمس تسأل عن شخص نذر لله تعالى أن يحفظ، إن حصل له شيء ما وقد حصل، نذر لله تعالى أن يحفظ القرآن كاملا، ثم بعد أن حصل له شيء أراد أن يحفظ ربع القرآن وسورة الإخلاص باعتبارها تعدل ثلث القرآن. نعم معنا، عفوا قبل أن نجيب، معنا الأخ ماهر من بنغازي. أيوة الأخ ماهر تفضل. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندنا سؤال يا شيخ. أيوة تفضل بسؤالك. عندي أخي وزوجته صار بيناتهم خلاف. نعم. أخي وزوجته صار بيناتهم خلاف. أيوة واضح. أيوة. العزوز حلف الزوجة بس بتكلم والدها باش يجي يشيلها الحوش هذا. أيوة. العزوز حلفتنا قالت لها والله لو كلمت والدك ماشي نكلمك. هي ما كلمتش والدتها لكن كلمت والدتها مش والدها. شن حكم العزوز عليها توا؟ يعني العزوز يعني من العزوز هذه؟ الوالد ايوه والد بتاعي قالت لها والله لو كلمت والدك ما عادش نكلمك. عدت الولية كلمت والدتها لكن هي. نعم واضح سؤالك ان شاء الله. اوكي. ايضا معنا الاخ عمر من طرابلس. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل اخ عمر. نعم بارك الله فيك، بارك الله فيك. يصلح الله الحال ان شاء الله، تسمع الجواب ان شاء الله تعالى. بارك الله فيك. معنا ايضا الاخ محمد من بنغازي قبل ان نجيب عن اسئله. أيوة أخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ الله يبارك فيك، تفضل. شيخ معلش بنسأل، أنت في واحد مثلا حلف يعني يمين. أيوة. خليك معي على، خليك معنا على الهاتف واسمعنا من الهاتف. أيوة. حلف يمين على أساس أنه مثلا الشيء هذا مثلا ما يصيرش يعني. ما يصيرش. ايوه.
وبعدين بعد فترة يعني بعد فترة مثلا صار الشيء هذا ويبي يكسر يعني يبيع كيف الكسارة هذه كامل قيمة يعني كيف قيمة يعني هو حلف طبعا هو حلف يمين بالله معلش هو حلف يمين بالله يعني ايه لأنه مثلا ما يصيرش الشيء هذا وصار مثلا ما يص... كيف ما يصيرش على شخص يعني يعني مثلا ما يمشيش وما او ما ينفع لا يفعل لا يفعل هو والله كيف يعني لا يفعل شخص اخر مثلا شخص اخر مثلا اخ او زوجة او شيء ومثلا الشيء هذا يدل عليه مثلا وما صار شيء اذا الان يعني هو يعني حنث فما الكفاره ايوه هو خلاص يعني خلاص شو الكفاره يبي يعرف بس القيمه يعني هل مثلا بدلها طبعا القيمه المعروفه اللي هي نعم واضح سؤالك ان شاء الله تعالى كم القيمة يدعي كم القيمة نعم نعم واضح السؤال ان شاء الله تعالى حتى ولو حلف مره ثانيه يعني نفس القيمه ضلعها مثلا والله كيف يعني حلف مرتين يعني هذا سؤال اخر يعني كيف لو حلف لو حلف لو حلف ثانيه ايضا معنا ايضا الاخ مبروك من طرابلس وعليكم السلام ورحمه الله اي نعم ايوه اللي ميت يعني إرث هذا الأب هذا 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 الجنين والمقصود معلش هو المقصود تركت هذا تركت والد هذا الصبي ولا لا يورد في أبوه وإلا لا نعم واضح واضح سؤالك إن شاء الله هو 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 انت ما يعني ما حددتش هل نزل حيا او ميتا نعم واضح السؤال ان شاء الله تعالى واضح نعم نعم أخونا مبروك واضح سؤالك إن شاء الله نعم واضح السؤال إن شاء الله تسمع الجواب بإذن الله تعالى خير إن شاء الله إذا نرجع لما ورد إلينا من الأسئلة عندنا الأخوة قلنا حياة التي تسأل عن من نذر أن يحفظ القرآن كاملا ثم لم يستطع إلا أن يوفي بصورة الإخلاص مثلا وربع القرآن كما ذكرت نعم هذا طبعا لا يكفيها في الوفاء بنذرها هذا وحفظ سورة الإخلاص وحدها لا تكفي الناذر في أن يحفظ القرآن كاملا فلا تكفيه لابد أن يحفظ القرآن كاملا بحسب ما ذكر وبحسب ما بين بحسب طاقته وجهده إذا لم يتيسر له ولم يستطع الحفظ هذا صار كالمعذور أو كالأمر الذي لا يقدر عليه لكن يعني أن نقول مثلا الإخلاص وحدها تعدل ثلثا مثلا لا وإنما تعدل ثلثا في الأجر تعدل ثلثا في الأجر والله أعلم الأخ سليم من مصراتة يسأل عن جواز الصلاة بالأحذية جواز الصلاة بالأحذية نعم الصلاة بالنعال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعن الصحابة أنهم كانوا يصلون بنعالهم حتى جاءه جبريل في إحدى الصلوات وسره أن بهما نجسا فخلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا رأيناك فعلت ففعلنا فقال إنما سارني جبريل أن بهما نجسا فهذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة يدل على مشروعية الصلاة بالنعال فالصلاة بالنعال إذن هي والأحذية جائز ما لم يكن بها نجاسة إذا كان بها نجاسة
لا يجوز مثل سائر الثياب، لا تجوز الصلاة بالثوب المتنجس، لا تجوز الصلاة بالثوب المتنجس. فإذا كان بهما النجاسة وكان يحرك رجليه مثلا ونحو ذلك، فأنا في مثل الصلاة العادية، الصلاة الخمسة وصلاة النوافل، فأنا يعني لا تصح الصلاة، إلا إذا كان في صلاة الجنازة وثبت رجليه ربما تصح، على بعض أقوال أهل العلم أنها لا بأس بها باعتبار أن النجاسة لم تتحرك مع حركته ولم يحركها برجليه، فبالتالي تصح له الصلاة. إذن ملخص أن الصلاة بالنعال وبالأحذية جائز، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وعن الصحابة، ولا بأس بها إلا إذا خيف بها نجسا فتخلع. كذلك الآن لا يليق أن يصلى بها في المساجد المفروشة ونحوها، فهذا يعني مما لا يليق. سؤال الثاني يسأل عمن دخل في الثانية أي في الركعة الثانية وسلم مع الإمام، يعني مسبوق أدرك الإمام في الركعة الثانية من صلاة العشاء، ثم الإمام سلم بعد الرابعة فسلم معه، ماذا يفعل؟ هنا إذا تذكر بقرب، بمجرد ما سلم تذكر أنه فاتته ركعة وأنه هو مسبوق، في هذه الحالة عليه أن يكبر تكبيرة وهو جائز وهو جالس، عفوا، أن يكبر تكبيرة وهو جالس، وهي يسميها تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة، ولا يجوز ترك هذه التكبيرة، ولو تركها فصلاته صحيحة على كل. إذن يكبر أولا ثم يقف ويأتي بركعة كاملة، سورة فاتحة مع سورة جهرا لأن صلاة العشاء، ويركع ويكمل الركعة مع التشهد وليسلم وليسجد عفوا بعد السلام، بعد أن يسلم يسجد بعد السلام لزيادة السلام في صلاته، لأنه قد زاد في صلاته سلاما. فهنا إذن ماذا عليه أن يفعل؟ نقول باختصار أن يكبر وهو جالس، ثم يقوم فيقرأ فاتحة وسورة جهرا في صلاة العشاء، ويكمل الركعة ويسلم وليسجد بعد السلام، بعد سلامه هو لزيادته السلام، فترتب عليه سجود السهو، والله أعلم. بهذا نأخذ فاصل ثم نرجع ونواصل بقية ما ورد إلينا من الأسئلة إن شاء الله تعالى. العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور، اطلب العلم أخي فهو درب به نور. مش بعض العلماء لا هم لهم إلا دار الإفتاء، علماء جهة معينة ما أفتت في شيء إلا في دار الإفتاء، ما قال دار الإفتاء شيء إلا هم ردوه تشظي. لماذا؟ قالت لهم دار الإفتاء وأنا شاهد، اكتبوا شيئا يوحد الليبيين ونحن وقع، اكتبوا شيئا شرعيا يوحد الليبيين ويرفع عنا الدماء، وأنتم مكتبوحين وقعوا معكم. والله ما أبوا، وحضرت المجلس. بالعلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور، اطلب العلم أخي فهو درب به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبعه، وبعد، فعدنا لنستكمل بقية ما ورد إلينا من الأسئلة. سؤال الأخ سليم، سؤاله الثالث يسأل عن خاتم الذهب الذي يلبسه الرجال وهو محرم عليهم، هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ سؤاله عن الزكاة في خاتم الذهب للرجل، هذا إذا كان الرجل يعني لم يتخذ هذا الذهب إلا للبسه فهذا كالعدم، فهذا نعم تجب فيه الزكاة إذا بلغ هو نصابا، أو كان يكمل النصاب، أو كان يعني له نصاب آخر غير هذا الذهب، مثلا من له مثلا حتى مال في المصرف مثلا، أو في يده 20,000 دينار تقريبا، أو مثلا أو أكثر، أو حتى من بلغ النصاب، فنقول بلغ النصاب ويجب عليه الزكاة، فحتى هذا الخاتم عليه أن يزكي عنه ولو كان يعني جرام واحد من الذهب. ليه؟ لأن عند النصاب اللي بيزكيه،
فهذا محسوب على النصاب، هذا محسوب على النصاب. يعني أما غير ذلك إذا كان ليس له من المال إلا مقدار هذا الخاتم، وهذا الخاتم جرام أو اثنين أو خمسة أو عشرة، فهذا لا يعني لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. إذن هو يضم للنصاب أو يزكى إذا كان نصابا، إذن يزكى إذا كان نصابا أو كان له نصاب يزكيه، سواء كان هذا النصاب يعني كامل لوحده فيضم لهذا الخاتم، مثل ما ذكرنا 20,000 مثلا فاتت النصاب فيضم لها هذا الخاتم، كذلك إذا كان يعني النصاب ينقصه هذا الخاتم، مثلا نقول عنده مبلغ، مثلا إذا كان النصاب الآن 15 تقريبا 15,000، فهو عنده مثلا نقول 13 فقط، والخاتم هذا يكمل به مثلا 2000 أخرى فيكمل به 15، فهنا تجب فيه تجب عليه الزكاة، أما غير ذلك فلا والله أعلم. الأخت فاطمة تسأل عن مس البيض هل ينقض الوضوء أم لا. من كان متوضئا فلا ينقض وضوءه مس البيض، لا ينقض الوضوء مس البيض، ولا علاقة له بالوضوء ولا تأثير له في الوضوء أصلا، لا علاقة له أصلا بالوضوء، فوضوءه صحيح كامل لا شيء فيه والله أعلم. وهذا طبعا باتفاق وإجماع العلماء، ولا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. سؤالها الثاني تسأل ما السورة التي تقرأ ثانيا في الصلاة بعد أن قرأت في الركعة الأولى، مثلا قالت فاتحة الكتاب وسورة، ثم جاءت في الركعة الثانية وقرأت فاتحة الكتاب، ما السورة التي تقرأها؟ نقول الأولى بك أن تقرأ سورة مما يليها، سواء كانت تليها مباشرة أو مثلا نقولوا قرأت الإخلاص فتقرأين بعدها قل أعوذ برب الفلق، أو حتى لا تليها مباشرة مثل الإخلاص وفي الركعة الثانية قل أعوذ برب الناس وبينهما سورة تركتها لا بأس، لذلك قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، في الركعة الثانية مثلا قل أعوذ برب الناس تركت كذا سورة ما بينهما، هنا لا بأس ولا حرج، هذا هو الأولى. وأولى من أن تقرأ قل مثلا بالعكس، وهو مكروه عند علمائنا، أن تنكسي أن تقرأي المتأخر أو التالي قبل الأول، مثلا تقرأي أولا سورة الإخلاص بعدين تقري بعدها مثلا قل يا أيها الكافرون أو الزلزلة أو القدر أو نحو ذلك من السور التي هي تسبق في سورة الإخلاص في ترتيب المصحف، فالأولى مراعاة ترتيب المصحف في القراءة، فتقرأ في الركعة الأولى بسورة وفي الركعة الثانية بسورة مما يليها مباشرة أو غير مباشرة كما ذكرنا والله أعلم. الأخمر من بنغازي يسأل عن والدته التي حلفت لو كلمتي، وقالت لزوجتي أخي لو كلمتي والدك معاش ما نكلمكش، معاش نكلمك، ثم هي كلمت والدتها، فإذا هي إذا حلفت أولا حلفت يمينا بالله تعالى، فهذا هو الذي فيه يمين، ويمين هذا هو اليمين المعتبر وفيه الكفارة، ما غير ذلك فلا. فإذا حلفت بالله تعالى وحصل المحلوف عليه فعليها الكفارة وإلا فلا. وحسب ما ذكر في السؤال هي حلفتها لا ما تكلميش والدك، بعدين هي اتصلت وكلمت والدتها وما كلمتش والدها، إذن أنا لم تحنث، ظاهر من كلامي أنه لا حنث عليها ولا لم تحنث ولا كفارة عليها والله أعلم. إذن نستقبل الآن الاتصال من الأخ معاذ من مصراتة. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك، الله يبارك فيك، تفضل. أنت تشرب الماء والفجر أذن، يعني أنت سمعت الأذان في خلال شربك ولا كيف؟ نعم، واضح سؤالك إن شاء الله. وعليكم السلام. عندنا الأخ عمر من طرابلس يسأل
عن بعض الناس يعني ذكر يكون مثلا أكل الفول وحرم وذكر من ذلك حرمة الدماء التي تحصل الآن ولا يتكلمون عنها. أنا أكل الفول إذا كان مقصود به في يعني في عاشوراء فهي عادة من عادات الناس، إذا يعني إذا أدخلت الدين واعتقد فيها شيئا شرعيا وأنها من الأمر المشروع وأنها هي من سنة فأنا تكره تدخل في جانب البدعة، والبدعة أنا مكروهة ولأنه لم يرد فيها شيء. أما إذا كان يعني أكلها للعادة وللتوسع ويعني توسيع على العيال ونحو ذلك فلا بأس به ولا حرج إن شاء الله تعالى. الأخ محمد بن بنغازي يسأل من حلف يمينا أن شيئا ما يصيرش، قال ثم حنث في هذا الشيء، قال فما الكفارة؟ أولا هو سؤاله، إذا هو قلنا له سؤال عن الكفارة، ما هي الكفارة؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة كما ورد في الآية، والأغلب هو الإطعام. فإذا اعتبرنا الآن بحال الإطعام يعني قرابة تقديرها بالدنانير الآن تقريبا 5 دينار عن كل مسكين، فيوزع 50 عن لعشرة مساكين، وزع 50 دينارا لعشرة مساكين لكل منهم 5 دنانير والله أعلم. قال لو حلف ثانيا، بيقول لو حلف ثانيا أو حنث ثانيا، ما مش عارف شو المقصود بالسؤال، إذا كان يعني إذا حلف مرة ثانية على نفس هذا الشيء ومرة وحلف يمينا أخرى فعليه نعم وثم حنث فأيضا كفارة أخرى، ثم حنث فنعم كفارة أخرى. هذا ما ظهر لنا من سؤاله والله أعلم. معنا أيضا الأخ جمال من طرابلس. السلام عليكم. أيوة أخ جمال. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. بارك الله فيك يا شيخ علي، بارك الله فيكم. أهلا وسهلا شيخنا. ما أنت بس كلمت على العال على صلى الدين، لكن في زمن مفروشات سلطات، هل يجوز صلى عليها خشوع؟ مش واضح سؤالك، معلش. فهمت يا شيخ؟ لا ما فهمتش السؤال، عفوا عاد لي السؤال. يعني نحكي عن النعال بتاع لك واحد ما تلبى يتكلم فيه كل راس بيض الواحد يخش جامع يقعد سطاطي، هل يخش ولا لا؟ يعني ايوه يعني انت عن الصلاة بالنعال في المساجد الان؟ ايه المفروشات الطنطاط. ايوه نعم واضح سؤال. هذه ذكرنا ان اذا التعليق هذه ذكرناه في اذا كان وردت، عفوا قبل ان نجيب معنا الاخ محمد من غريان، شراء الدولار بالبطاقه. والله هذا امر الله اعلم به، لعل تجاب عنه في حلقه ثانيه ان شاء الله تعالى. نسجل سؤالك ان شاء الله. الآن لا جواب عندي، فالله أعلم بهذا السؤال. السؤال الأخ جمال معلق على سؤال الأخ جمال الذي اتصل وتكلم عن الصلاة بالنعال، ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنعال، ذكرنا أن الصلاة بالنعال هي جائزة، لا تدل يعني هذا على أنها يعني نقول سنة ولا بد من الصلاة بالنعال ونحو ذلك، لا، هذا فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز هذا الأمر. فإذا صلى الناس بنعالهم في الأرض مثلا يعني في حال العادية في الفضاء ونحو ذلك لا بأس ولا حرج، لكن الآن على البسط مساجدنا بفرشها وبسطها ونحو ذلك فهذا يعني فيه هنا يعني الأولى والخلع النعال وعدم الدخول بها للمساجد وعدم الدخول بها في الأرجل في للمساجد، ربما يكون واجبا لإفسادها البسط والفرش وأثاث المسجد، والآن المساجد كلها مفروشة بفضل الله تعالى. إذن هنا نقول جائزة، مثلا لو صلى شخص ما مثلا في بيته مثلا في البر في على الأرض في مباشرة لا بأس ولا حرج، صلى بها لا بأس ولا حرج، سواء لعذر أو لغير عذر كلها جائز، لعذر أو لغيره، ما لم يكن بها نجسا فهي جائز. لكن أن يدخل بها البسط ويدخل بها للمساجد المفروشة ويعني
مثلا يضر وبأثاث المسجد وبفرشه وبسطه فهذا لا يشرع، بل ربما فيه الإثم كما ذكرت لي يعني لإفساد فرش المسجد وهو من المال العام ومال الوقف، لا يجوز يعني مثلا إفساده على الناس وإفساده على أهله وهو مال وقف للصالح العام، بل لا يفسد. استقبل اتصال من الأخ محمد من طرابلس. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوة أخي محمد تفضل، أنت على الهواء. طبعا تحقيق لي قناة التناصح على المجهودات المبذولة والمستمرة هذه. بارك الله فيك. في خدمة المواطن الليبي. نعم بارك الله فيك. أحييكم على في النهار الطيب هذا. بارك الله فيك يا أخي محمد، تفضل لو كان عندك سؤال وعندك شيء. تو يا شيخ. أيوة. لاحظوا أن بعض الأنظمة العربية الفاسدة زي النظام الإماراتي والنظام السعودي هذا الفاسد هذا والنظام المصري معلش هو ألد أعداء المسلمين. احنا لو سمحت يا أخونا محمد لو عطتنا السؤال النظام المصري سؤال أعلى من النظام الصهيوني. شكرا لك يا أخي محمد، إذا كان ما عندك السؤال يعني فهذه مسائل السياسة والكلام هذا لها برامجها الخاصة. معنا الأخت عائشة. أيوة أختي عائشة أنت على الهواء، تفضلي. قطع الاتصال، يظهر أن الاتصال قد انقطع، فنعود لأسئلتنا. الأخ عندنا سؤال، الأخ مبروك من طرابلس يسأل عن المرأة الحامل، توفي عنها زوجها فيسأل عن حكم هذا الجنين في الميراث، وذكر حالات إذا نزل حيا أو نزل ميتا أو نزل بإنزال الطبيب الدكتور المشرف خوفا على صحة المرأة وحياتها. هنا عندنا تفصيل الفقهاء ما بين الحي والميت فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل الصبي ورث وورث وصلي عليه، إذا استهل الصبي ورث وورث وصلي عليه، ورث فيرث ويورث ويصلى عليه، فتجري عليه الأحكام العادية الثابتة لسائر الناس المستقرة حياتهم. لكن هذا معلق على استهلاله، إذا استهل الصبي فيؤخذ منه أن إذا نزل الجنين مستهلا فيرث، ثم إذا مات بعدها يورث، وإذا مات بعدها يصلى عليه الجنازة. إذا لم يستهل صارخا فأنا لا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه، بمفهوم الحديث إذا لم يستهل أنه لا يرث ولا يورث. فنقول للتفصيل، إذن عندنا حالتين في للجنين، إذا نزل حيا فأنا إذن هو كان سؤالي عن تغيير في الميراث. نعم نقولنا يحصل إذا نزل حيا فيحصل تغيير في الميراث فيرث هذا الجنين له حصة من ميراث والده، ويقول إن هذه الزوجة ليس لها ولد إلا وليس لهذا الأب الميت والمتوفى ليس له من الذرية إلا هذا الجنين فقط. فإذا كان حسب ما فهمنا من سؤاله فهذه الزوجة لا ترث الربع إذا نزل الصبي ميتا، إذا نزل ميتا لم يستهل صارخا ولم تظهر به علامات الحياة فهنا لا يرث ولا يورث، فالزوجة ترث الربع كاملا لعدم وجود فرع وارث، كأن هذا الجنين غير موجود. إذا نزل حيا فهنا يرث، فيرث ويرث والده بالتعصيب إذا كان ذكرا وبفرض إذا كان أنثى، والزوجة اللي هي أم هذا الجنين ترث الثمن فقط لأن للميت فرع وارث. إذن هل يحصل تغيير أو لا يحصل؟ نعم، إذا نزل حيا فيحصل تغيير في الميراث، إذا نزل ميتا لا يحصل تغيير في الميراث. إذا نزل بإسقاط الدكتور أو الطبيب المشرف خوفا على حياة الأم نفس الكلام، هل أنزله الدكتور أو سواء كان بشراف وكان له وجه شرعي أو كان من غير وجه شرعي، المهم أن نزل بعد نزولها نزل حيا أو ميتا
نفس الكلام، فنرجع يعني نفس التقسيم، إما أن ينزل بإنزال الدكتور حيا فيرث، أو ينزل في الغالب يعني ميت ولخوفا على حياة أمه فيكون هنا يعني ربما له وجه شرعي. فحتى لو كان له وجه شرعي ما دام نزل ميتا لا حياة به فهنا لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث ولا يؤثر شيئا في الميراث، والله أعلم. سؤال الأخ معاذ من مصراتة يسأل عن شرب الماء مع أم معاذ من التي سألت عن شرب الماء مع الأذان، ربما كانت هي الأخت أم معاذ حسب ما نبهنا الآن مشرف الحلقة. إذن سؤال عن شرب الماء مع الأذان، شرب الماء مع الأذان إذا كان الأذان في وقته عند طلوع الفجر فهذا مما يوجب القضاء، يوجب القضاء، لأن الأذان لا يشرع إلا عند طلوع الفجر، وبطلوع الفجر يشرع الأذان ويحين وقت الصلاة ويدخل وقت الصلاة ويمسك عندها الصائم، فإذا شربت مع الأذان ظهر أن عليها القضاء، خصوصا إذا شكت في الأمر هل الأذان منضبط أو غير منضبط ونحو ذلك، فإذا حصل مثل هذا الشك فعليها القضاء للتستريح والله أعلم. أما إذا كانت ربما الأذان في قبل وقتها، ربما الأذان مثلا عجل به قبل طلوع الفجر ونحو ذلك فهنا وتأكدت من ذلك أنه قبل طلوع الفجر فلا لا شيء عليها والله أعلم، لكن مع حصول الشك وتردد وخصوصا الآن مع التوقيت الآن إذا التزم به المؤذنون فأنا الظاهر والله أعلم أنه يوجب القضاء والله أعلم. عندنا أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا عبر الصفحة، سؤال الأخ هل يجوز للرجل أن يأخذ من أموال الزوجة الأولى للإنفاق على الزوجة الثانية أو أبنائها أو لا يجوز له ذلك؟ هنا للرجل إذا تزوج زوجتين فكانت الأولى لها أموال اختصت بمال سواء من ميراث من أهلها أو عن طريق عمل أو نحو ذلك، لا يجوز للرجل أن ينفق وأن يأخذ من هذا المال شيئا، لا يجوز له أن يأخذ من هذا المال، لا ينفق من مالها على نفس على عليها ولا على نفسه ولا من باب أولى على زوجة أخرى، لا يجوز له أخذ مال زوجته إلا برضاها، فإذا رضيت هي بذلك جاز له وإلا فلا. إذن الأصل أن الزوجة لها ذمة مالية مستقلة تملك المال تملكا كاملا، لا يحق للزوج أن يتعدى عليه، والزوج هو المطالب بالنفقة فيجب عليه الإنفاق على الزوجة، كذلك على الزوجتين والثلاث إذا تزوج بأكثر من واحدة، لكن أن يأخذ من مال إحدى الزوجات وينفق على الأخرى هذا غير جائز إلا برضا هذه الزوجة، حتى ولو كان يعني هي ممن يشتغل ويعني تستقطع جزء من وقت العائلة وجزء من وقت الأسرة، فنعم ننصحها أن تساعد زوجها على النفقة، والأولى بهما أن يشتركا ويتشاركا ويحصل المعاونة بينهما، لكن على أن ينفق عليها هي ربما تكفيه هي نفقة نفسها ونفقة أولادها منه ربما، لكن أن يقتطع جزءا من ماله وينفق على امرأة أخرى فهذا لا يجوز إلا برضاها، والأولى بها كما ذكرنا أن تشاركه، أن إذا كانت تشتغل إذا كانت موظفة مثلا إذا كان لها راتب ف يعني يمكن أن تنفق من مالها على نفسها فتعينه على نفقتها على نفسها وتعينه على النفقة على أبنائهما لا بأس ولا حرج، بل أولى بها نقول ذلك وننصحها بذلك تيسيرا على الزوج وتكافلا وتشاركا فيما بينهما، والحياة الزوجية مشاركة بين الزوجين وتعاون بينهما ومكارمة بينهما، لكن أن ننفق على الزوجة الأخرى فغالبا يعني النفوس لا ترضى ولا تقبل بهذا، الزوجة لا تقبل بهذا، فلا يجوز له ذلك
شرعا لا يجوز له ذلك إلا برضاها هي، فإذا رضيت بذلك جاز له الأخذ من مالها والله أعلم. سؤال الآخر مما ورد إلينا لعل غيرنا يجيب عليه بأكثر تفصيل، وهو السؤال هل العمل في المصارف الليبية الآن حلال أم حرام؟ هذا مما ورد عبر صفحة البرنامج. ألا هي في المصارف الليبية الآن فيها الشقين، نلاحظ أن في المصارف الليبية الآن فيها مثلا جوانب حلال مثل عمل المرتبات ودفعها لمستحقيها والإشراف على هذه الأمور، فهنا هذا جانب الجوانب الربوية والتعامل بالربا، وهذا أمر محرم. فالعمل في المصارف الليبية يعني في العموم الله أعلم، لعل غيري من مشايخ دار الإفتاء يجيب على هذا السؤال، فنرجئه أيضا مع ما أرجناه من الأسئلة الأخرى، وهو سؤال الأخ محمد من غريان يسأل عن شراء الدولار بالبطاقة المصرفية، لعلها في حلقات القادمة إن شاء الله تجدون جوابا من بعض مشايخنا في دار الإفتاء. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نسأل الله أن نكون قد وفقنا في الجواب وأن يلهمنا للصواب وأن يغفر لنا الزلات ويعفو عنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالعلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور، اطلب العلم أخي فهو درب به نور.